البنطلون ب5 والكوتشي ب10. الدنيا هنا زحمه جدا. ده ايه ده؟ الجمبري ده عامل كده ليه؟ السمك المجفف ده ريحته لا تطاق يعني. طبعا احنا فضلنا نشتري سمك عشان دي الحاجه الوحيده الحلال اللي ممكن تلاقيها في السوق، انما الفراخ واللحمه ما بتبقاش مطبوعه حلال. احنا محاصرين يا جدعان، شحاتين على بتوع الليمون على كله. حشرات دي اصغر باميه موجوده هنا في البلد. دي اسمها كابوكا يا جدعان. ثلاث تومات هديه، اشتري 2 كابوكا وخد 4 تومات هديه. دي الميكروباصات بتاعت مدغشقر، بس بتركب الميكروباص من الظهر بقى. ايه ده؟ حلال اهو، حلال حلال. ده صح يا جدعان. ايه ده الموبيل؟ الله عليك شرشف. الموضوع وسع مننا قوي يا جدعان، جبنا ناس تشيل. حبيبي يا عم عاشور، صباح الفل. النهارده بنكلمكم من عاصمه مدغشقر، انت نانا ريفو، انت ونانا وريفو، ثلاث حاجات في بعض. بنكلمكم من منطقه اسمها انا لا كيلي يعني. اسماء غريبه قوي هنا يعني بصراحه. ربنا يستر بقى، ما حدش ياخد مننا الكاميرا يعني. المكان ده يعتبر العتبه بتاعت مدغشقر، اكبر سوق تجاري في العاصمه انتنانريفو. السوق ده فيه كل حاجه، فيه اكل، فيه شرب، موبايلات، هدوم، شوبينج، كل حاجه. احنا تقريبا كده في العتبه يا جدعان، وخلي بالك لحاجتك تتنتش منك. دلوقتي احنا رايحين نشتري سمك، ربنا يكرم كده ونلاقي حاجات حلوه نصورها لكم. معانا مهندس محمد عاشور، مصمم يصور معانا النهارده قبل ما يروح تنزانيا بعد اسبوع. ان شاء الله اجي لك بقى واعمل فلوج في تنزانيا. حبيبي. حجاره، ساعات، موتوسيكلات، عجل. لا العتبه العتبه فعلا. شرابات، حتى الادوات المدرسيه، ده بتاع القصب، عصير القصب ده لازم نصور عند الراجل ده. علم مدغشقر قصب بقى اهو، اقول قصب اهو، لازم نشرب قصب بالجنزبيل، لازم نجرب عند الراجل ده. احنا عندنا محل القصب بيبقى محل، انما ده عربيه. بس مش حلوه ده عندنا. لا ده بيحطوا فيها جنزبيل، بيحطوا في عصير القصب جنزبيل يا جدعان. هصور لكم عصير القصب. شيات، صنادل، فوط. الدنيا هنا زحمة جدا، الناس تقريبا ماشية لازقة في بعضيها. ايوه البنطلون ب5 والكوتشي ب10. الريال كده. احنا قربنا على السمك ولا ايه؟ دينار. ده الملكان بتاع البنطلون. اوبا، اوبا. بصوا بقى السمك المجفف ده ما بطقش ريحته، حاجه كده استغفر الله العظيم. يا
ناس بتعمل اكل ما تفهمش الاكل ده ايه. احنا دخلنا بقى الحاجات دي بتمشي برضو. يعني احنا دخلنا في قلب الادغال والله. سوق خضار بقى كده. كده احنا بقى في سوق الخضار. اهو بتسجل له لا لا ده انا بسجل على اليوتيوب. فين الفراخ الحلال يا معلم شريف؟ يوتيوب معانا باشمهندس شريف النهارده هيفرجنا على مكسوف مننا شويه. الناس هنا مفرفشين على الاخر. اغرب حاجه هنا بقى الشيبسي بيتباع كده في الهواء. كل حاجة هنا محطوطة كده من غير ما تتغطى. شيبسي تلاقيه كده مرمي، فراخ تلاقيها متعلقة، تراب بقى، دخان، أي حاجة كله شغال هنا. متعرفش أنت المكان ده. أوبا دخلنا سوق السمك يا جدعان. ده إيه ده؟ الجمبري ده عامل كده ليه؟ بكام يا اسطى؟ هاي تيو تشينا فرن في مدام؟ احنا مش هنعرف نجيب سمك اصلا. ترند ايه يعني يا جدعان؟ ترند حد يترجم كده في الكومنتات. يعني ايه ترند يا عشرة؟ انت عارف ده هيطلع لك حته قد كده؟ لا قسما بالله. اللحمه بتاعته جايه لا من اول هنا كده لحد هنا كده ماشي. بس ده الجمبري ده خلينا في ده. نجيب كيل عايزينها ايه؟ هنجيب في سمك بولت هنا كمان يا جدعان، مع ان مفيش نيل هنا. في هنا بحيرات فيها سمك بولت مع ان مفيش نيل. الفكره ميه عذبه يعني. الفكره في السمك البولت الميه العذبه. سمك بولت اهو صغير. في سمك بولت اكبر. لو سمك بولت بس مسود شويه. سمك بولت اكبر. سمك كبير قوي. يا فاميلا ده رجيله تي تي يعني. اسمه ايه ده؟ بوري روجي احمر يعني. روجي مش عارف البوري الاحمر. يبقى ميجر ما شاء الله يا جدعان على الجمبري. احنا في جزيره مدغشقر يعني. السمك كله والجمبري وكل انواع السمك. دي الميكروباصات بتاعت مدغشقر بقى. مواصلات بس بتركب الميكروباص من الظهر بقى زي كده. تركب من هنا وادي الراجل اللي بيحمل اناناس افوكادو. الحاجات دي رخيصه يا جدعان. اناناس والافوكادو الحاجات دي رخيصه عشان البلاد دي هي اصل الحاجات دي. طبعا احنا فضلنا نشتري سمك عشان دي الحاجه الوحيده الحلال اللي ممكن تلاقيها في السوق، انما الفراخ واللحمه ما بتبقاش مدبوحه حلال. نروح بقى نخيط هدومنا. معلم شريف هيترجم لنا النهارده ازاي نخيط الهدوم. هي ضيقته بس واسع شويه. يس انت ايوه. هي بتقول لحد فوق قوي وطلعت على 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 خفيف. عايز اضيق اكتر من لحد الركبه كده وتطلع على خفيف. حلو. امتيا مانديا كيل كيل فتنا بيعجبني بقى مكنه تخيط الهدوم دي. ما بتبقاش مكنه في كهرباء وكده، بتبقى بالايد حاجه بسيطه. دي حاجة عملية يعني، حاجة عملية جدا ان الناس هنا تشتغل بالمكنة العادية. اي لايك ذس. تي سانك ميلا ريال. تي دي ميلا ريال. هذا هو ايفر كان تشارج. ها
الفاكهة الغريبة. الاس صور غريب قوي ده. هو البطيخ ده مسكر زي عندنا؟ طبعا الاسعار هنا كل حاجه مكتوب عليها السعر، بس بتلاقوا ارقام غريبه 500 و1000 و7000 عشان هي العمله هنا كده بالالفات. عمله مدغشقر الارياري. السمك المجفف ده ريحته لا تطاق، يعني جمبري مجفف حاجه كده شبه ريحه الشراب بتاعت الجزمه. بيض دي اصغر باميه موجوده هنا في البلد. انت قال انا تهت ماشي في وسط المتاهه. يا معلم قوطه زي عندنا بالظبط. احنا نشتري الحاجات اللي احنا عارفينها، قوطه خيار. الميزان هنا طبعا في ناس ما عندهاش ميزان فبيبيعوا بالحبه او بيبيعوا بالصفيحه. 4 كيلو مثلا دي صفيحه مثلا، اشتري بالصفيحه واحده ثانيه. وهنا الخضار بيتباع بالواحد 3 ب 1000 على طول. 1000 دي يعني 10 جنيه. يعني اللي على اليمين دي بطاطس حمراء. اه وتشيلنا بتاعت ايه بقى؟ كيلو. واللي على الشمال الية برضه ولا خطابيط؟ أول مرة أشوف بطاطس الحمراء. حط هنا شوية كمان. دي اسمها كابوكا. بس حلو خلاص كده، انت هتاخد اللي عند الراجل. دي اسمها كابوكا يا جدعان. خلاص خد واحدة كابوكا كمان. حلوين على كده. ايوه واحدة كابوكا. انا بحط هو بيحب حاجة نسيت خلاص. الله عليك. اديله 2 كابوكا. مين يزود؟ حد عايز كابوكا تاني؟ ودول كادو هدية. 3 تومات هدية. اشتري 2 كابوكا وخد 4 تومات هدية. احنا محاصرين يا جدعان. شحاتين على بتوع الليمون على كله. الناس هنا راكبه فوق بعضيها. فاكهه غريبه. مامي جاي لك والله، هاجي لك في يوم يا حاجه لازم. مامي اوكي. دي الفاكهه اللي اسمها مامي. حشرات. الحاجات اللي بتلعب يا جدعان. حاجات صح يا جدعان. الله عليك. كابور يا صاحي ما اعرفش ازاي. الفاكهه دي اسمها الرامبوتان. هصورها لكم. لازم بقى اوريكم الرامبوتان دي بتتاكل ازاي. لقيت برضو هنا فواكه كتير قوي، لازم اصور لكم في مره جميع انواع الفواكه الغريبه في البلد دي. هوبا. Let's go to the top of the top of
نعطيني ساعات عتبة عتبة يا زتانة زتانة تسكر زتانة زتانة بيقول زتانة أو زتونة حاجة زي كده ده نبأ نبأ بيقول فراخ خلاص فراخ ايه معلم فراخ حلال فراخ حلال يا جدعانة ايه بكم الفرخة كيلو 15 كيلو 15 ارخص من المول على فكرة المول الكيلو 21 نفصل طب يلا لي يلا ايه ده حلال اهو حلال مية مية الله عليك يا معلم شريف شريف اللي مشرفنا هنا في مدغشقر ايوه بس الموضوع وسع مننا قوي يا جدعان جبنا ناس تشيل ديلو هو ايه مدغشقر هتلعب في افريقيا النهارده ولا ايه ده بقى شارع عبد العزيز شارع عبد العزيز اهو موبايلات مكسوره شاشات متدغدغه لا انا تمام كده انا مش امبرازو خالص موبايلات شاشات دول تقريبا بيصلحوا الشاشات عشان كده حاطين شاشات مكسوره نظارات وده السايس بقى بلد كلها سياس يعني زي مصر كده تلاقي 50 سايس في كل حته ده الشجره بتاعت مدغشقر اشهر شجره في مدغشقر بقى شجره عمرها 1000 سنه دي العلامه بتاعتها دي اوكي كده يا جماعه كنا خلصنا فلوج النهارده من اول يوم ليا في مدغشقر في السوق الشعبي في انتنانريفو العاصمه مدغشقر استنوا فيديوهات تانية ان شاء الله هخرج بره العاصمه واصور لكم حاجات اكتر باذن الله السلام عليكم في مرسى هوتو جامي اتسكيلي بي فكرة لنا نحن نرى كمان